بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرحب بكم مجددا أعزائي الطلاب والطالبات، ونبدأ درسنا لهذا اليوم في الصف السادس الابتدائي في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني. عنوان الدرس: النسب المئوية والكسور العشرية، بإعداد الأستاذ عبد العزيز الماجد، ومقدمكم الأستاذ فواز حنتون. لنبدأ على بركة الله. ما هي فكرة الدرس؟ أحول النسبة المئوية إلى كسر عشري، أحول النسبة المئوية إلى كسر عشري، وأحول الكسر العشري إلى نسبة مئوية. في درسنا السابق كنا نحول النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي، والكسر الاعتيادي إلى كسر عشري، بينما درسنا اليوم راح نحول النسبة المئوية إلى كسر عشري، والعكس، حول الكسر العشري إلى نسبة مئوية. مثال أول: أكتب النسبة، عند النسبة المئوية 56% في صورة كسر عشري. النسبة المئوية 56%، أريد أحولها إلى صورة كسر عشري. ما هي الطريقة التي أحول فيها إلى كسر عشري؟ طريقة سهلة جدا. أول شيء، عند النسبة 56%، أحولها أول شيء في البداية إلى ماذا؟ إلى كسر، عبارة عن 56 على 100، 56 على 100، إذا حولناها إلى بسط ومقام. من خلال التحويل لبسط ومقام، لاحظ الآن المقام عندنا 100. المقام 100. إذا في دروس سابقة أخذنا طريقة التحويل إذا صارت يعني المقام 10 أو 100 أو 1000. إذا لاحظوا عند قوى من قوى العشرة اللي هو 100، إذا أحولها باستخدام الحين مكتوبة بطريقة البسط والمقام، أريد أن أحولها بطريقة الفاصلة العشرية. إذا عندي سطرين وعندي منزلتين، بمعنى أن يكون الصفر على يسار الرقم، أو ممكن يكون 56 تقسيم 100، الفاصلة تكون على يمين الرقم، ونحركها إلى اليسار ثلاث معبرة منزلتين على عدد الأصفاف، يصير عندي 1 2، فتكون الفاصلة في هذا المكان. إذا طريقة سهلة جدا هو أن نكتب المئوية في صورة كسر مقامه 100، كتبناها، بعد ذلك نحولها إلى طريقة الفاصلة العشرية، استخدمنا الفاصلة العشرية. لماذا وضعنا الفاصلة على اليسار؟ لأن 56 من 100، يعني 56 أصغر من 100 وهي جزء من 100، لذلك لاحظ الفاصلة تكون في هذا المكان بعد منزلتين، لأنه يوجد عندي سطرين، فلذلك فنقول هنا أكتب 56 جزءا من 100 في صورة كسر عشري. إذا حولت النسبة المئوية إلى صورة كسر عشري كما في المثال أمامكم. تدريب: أكتب النسبة 8% في صورة كسر عشري. 8%، 8%. طبعا نريد من حل نفس طريقة المثال السابق. كيف الطريقة؟ أول شيء نكتب النسبة المئوية، بعد ذلك نحول النسبة المئوية إلى كسر. طيب كيف طريقة تحولها إلى كسر؟ كيف طريقة تحول 8% إلى كسر؟ درسنا السابق كسر اعتيادي، كيف أحول إلى كسر اعتيادي؟ 8 على 100، 8 على 100، 8 على 100، بعد ذلك لاحظوا الآن كتبناها بصورة ايش؟ صورة كسر مقامه 100. طيب الآن نريد أن نضع الفاصلة، أن نضع الفاصلة على صورة كسر عشري، عندي 8 على 100، لاحظوا 8 منزلة واحدة، منزلة واحدة تأخذ معها صفر ويبقى صفر، يوضع على يسار الرقم ونضع الفاصلة. نعم شيماء، على 100، نعم 8 على 100. إذا في هذه الحالة نكتبها بهذا الشكل. لماذا وضعنا الصفر؟ لاحظ لأن 8 منزلة واحدة مع الصفر ويبقى صفر، أو يصير 8، لو وضعت الصفر على يمين يصبح 80، وهذا الرقم هو عبارة عن 8. إذا هذا الحال يكتب بهذا الشكل، يكتب بهذا الشكل 8%، فلذلك كتبناها عبارة عن أكتب 8 أجزاء من 100 في صورة كسر 10. إذا هذا هو حل التدريب اللي أمامكم. مثال آخر: أكتب النسبة 120
بالمئة في صورة كسر عشري. لاحظ 100 و20 بالمئة، صارت أكبر من المئة، أكبر من المئة. إذن في هذه الحالة ماذا نكتب؟ نكتب النسبة المئوية، ثم نحولها إلى كسر بسط ومقام 120 على 100. لاحظ 120 أكبر من 100، عندي كسر غير فعلي، كسر غير فعلي. إذا صار عندي كسر غير فعلي أستطيع أن أحوله إلى ماذا؟ هذا الكسر الغير فعلي أستطيع أحوله إلى ماذا؟ في البداية حول إلى ماذا؟ إلى عدد كسري، إلى عدد كسري، إلى عدد كسري. لماذا؟ لأن البسط أكبر من المقام. لذلك احنا أول في الخطوة الأولى كتبنا النسبة المئوية في صورة كسر مقام 100، وهذه الخطوة الأولى. بعد ذلك نحول إلى عدد كسري، لاحظ إلى عدد كسري، حولنا إلى عدد كسري. لماذا؟ لأن البسط أكبر من المقام، فقسمنا 120 على 100 تعطيني 21 على 100. نعم، فلو ضربنا 1 في 100 يعطيني 100 زائد 20 يعطيني 120. إذن هذه الخطوة الثانية، لماذا؟ لأن البسط أكبر من المقام. طيب، بعد ذلك أحوله، نعم أحول هذا ال 20 على الكسر، 20 على 100 إلى ماذا؟ إلى كسر عشري، إلى كسر عشري. طيب عندي 20 على 100، هل أحتاج أضيف صفر أم أضع الفاصلة على يسار الرقم مباشرة؟ يلا نريد مشاركة، نعم نعم، حتى لو كان العدد ثلاثة أرقام لازم يكون في رقمين بعد الفاصلة. نعم، لماذا؟ لأن المئة صفين، لذلك راح يكون بعد منزلة الثانية. لذلك تكتب بهذا الشكل، لاحظوا أمامنا 21 من 100. لماذا؟ هذا الواحد العدد الكلي وضعناه، والعشرين من 100، 20 من 100 عندي العشرين، لاحظوا مع الصفين وضعنا الفاصلة، فاصلة لدينا 21 من 100. ممكن اختصرها، اشيل الصفر لان الصفر على يمين الكسر العشري لا يؤثر، نعم الصفر على يمين الكسر العشري لا يؤثر، فلذلك ممكن اكتبها بهذا الشكل وهي صحيحة. اذا في هذه الحالة وصلنا الى الاجابة، وهو أن كتبت الواحد والعشرين جزءا من 100 في صورة كسر عشر، وهي الخطوة الأخيرة. من يكون المثال واضح؟ طيب، تدريب أكتب النسبة 32% في صورة كسر عشر، 32% في صورة كسر عشر. لاحظ عندنا مجموعة من الخيارات 3.2، الخيار الثاني 32%، الاختيار الثالث 32، والاختيار الرابع هو 32 من 1000. لماذا الأخير قرأناه 32 من 1000؟ لماذا؟ 32 من 1000، لماذا؟ عندنا ثلاث منازل، ثلاث منازل أخرى 32 من 1000. ليش قرأنا هنا الرابع، الاختيار الرابع؟ قلنا 32 من 1000، وهذا قلنا 32 من 100. هنا على يمين الفاصلة كم رقم؟ ثلاثة منازل، فيمثل جزء من 1000، بينما على يمين الفاصلة هنا منزلتين، فهو جزء من 100، جزء من 100. نعم، طيب الآن وش الاختيار الصحيح؟ اللي يمثل النسبة المئوية 32%، أريد أحولها صورة كسر عشري، ما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الثاني، ممتازين. لماذا الاختيار الثاني؟ لأنه أريد أحول هذا إلى نسبة مئوية، النسبة المئوية أحولها إلى كسر أول شيء 32 على 100، ثم أحولها بالفاصلة العشرية فيعطيني الكسر العشري 32%، 32% يمثل 22 اللي هو الكسر 32 من 100. إذا الاختيار الثاني هو الإجابة الصحيحة، نعم، الاختيار الثاني هو الإجابة الصحيحة. كذلك يوجد عندنا أكتب الكسر العشري 38% في صورة نسبة مئوية، في صورة نسبة مئوية عند 38. الآن العكس، نريد نحول هذا الكسر العشري إلى نسبة مئوية، إلى نسبة مئوية. كيف الطريقة؟ طريقة سهلة جدا، وهي أن أكتب الكسر العشري اللي أمامنا 38%
إلى صورة نسبة مئوية بطريقة سهلة جدا، وهي كما ذكرنا 38% من 100 بقراءة الكسر العشري. بعد ذلك ماذا؟ يقول أكتب الكسر العشري بصورة كسر اعتيادي، بصورة كسر اعتيادي. كيف صورة الكسر الاعتيادي؟ نعم 38 على 100، ممتازة أحسنت يا شيماء. إذا 38 على 100، طيب الآن عندي 38 على 100 حولها إلى نسبة مئوية، كم يصبح لدي؟ بهذا الشكل 38 المئة. لماذا؟ لأن مقامها يمثل 100 فيكسر 38 المئة. إذا أكثر الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية. إذا هذا هو المثال. ناخذ تدريب، أكتب الكسر العشري 1.45 من 100 في صورة نسبة مئوية. الآن 1.45 من 100 في صورة نسبة مئوية، ماذا نعمل؟ الخطوة الأولى ماذا نعمل؟ نعم نكتب أول شيء، نحول إلى ماذا؟ إلى كسر اعتيادي، إلى كسر اعتيادي، نعم يصير 145 اللي هو 145 على 100، إذا حولناه يصير 145، بعد ذلك حولناه إلى عدد كسري، لاحظ الواحد يمثل العدد الكلي 45 على 100، نعم اللي هو كتبناه بصورة عدد كسري، أكتب 1.45 جزء من 100 في صورة عدد كسري، نعم، لا أول شيء نحولها بهذا الشكل، يصير عندنا نسبة مئوية، نسبة مئوية، طيب، وكلها صحيحة، لو كتبت 145 على 100 صحيحة، لأنه يعني تمثل نفس الكسر العشري، صحيحة جدا، لكن حولناها بهذا الشكل حتى نلاحظ عند العدد الكلي بالحالة، و45 اللي هو الجزء من 100 على 100. إذا في هذه الحالة بعد ذلك حولنا إلى نسبة مئوية أو ماذا؟ نعم واحد صحيح والبسط 45 والمقام يعني نعم الإجابة صحيحة الكلمة. بعد ذلك ماذا؟ نكتبها نقول 145 على 100. تلاحظوا الآن كتبناها 145 على 100، 145 على 100، إذا كتبناها بصورة ماذا؟ الحين صورة كسر اعتيادي، الخطوة الأولى وضعناها بصورة عدد كسري، الخطوة الثانية وضعناها بصورة ماذا؟ كسر اعتيادي، كسر اعتيادي، طيب الآن نعم يصبح لدي كم؟ 145 بالمئة، 145 بالمئة، فأكتب الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية وهي كتبناها بهذا الشكل. إذا أصبح لدي الكسر العشري 1.45 من 100 في صورة نسبة مئوية وهي 145%. تكلمنا عن النسبة المئوية والكسور العشرية، تكلمنا عن النسبة المئوية والكسور العشرية، كيف تستطيع أن تحول بين النسبة المئوية والكسور العشرية؟ يقول هنا لكتابة النسبة المئوية في صورة كسر عشري في صورة كسور عشرية، أول شيء نكتب النسبة المئوية في صورة كسر اعتيادي مقام 100، هذه الخطوة الأولى. نكتب النسبة المئوية في صورة كسر اعتيادي مقامه 100، بعد ذلك نكتب الكسر الاعتيادي في صورة كسر عشري، هذه إذا أردنا نحول النسبة المئوية إلى كسر عشري. العكس إذا أردنا كتابة الكسر العشري في صورة نسبة مئوية هي نفس الخطوة الأولى، نكتب الكسر العشري في صورة كسر اعتيادي مقامه 100، ثم بعد ذلك نكتب الكسر الاعتيادي في صورة نسبة مئوية. يوجد عندنا هنا في هذا الشكل وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، أشكركم على استماع تلقائكم ونلتقي على خير إن شاء الله في درس المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.